أزمة جديدة تظهر الآن في محصول قصب السكر بعد امتناع المزارعين بمحافظة صعيد توريد موسم الحصاد الجديد للوزارة بسبب عدم مناسبة سعر التوريد للزيادة التي يشهدها السوق بعد الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي برفع سعر طن القصب من 400 إلى 500 جنيه، لكن السعر بعد الزيادة لم يرضي المزارعين ولا يلبي طموحاتهم، حيث يطالبون الحكومة بمضاعفة سعر توريد الموسم الماضي بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، مؤكدين على عدم توريد القصب للشركات أول يناير في حالة إصرار المسؤولين على عدم تحريك طن قصب السكر، مشيرين إلى أن تكلفة زراعة فدان القصب تصل لأكثر من 17,000 جنيه خلال العام. الأسعار دي ما تناسبش النهارده، تضاعف إيجار العامل، تضاعف إيجار العامل، تضاعف سعر السولر، تضاعف سعر النقل، تضاعف سعر العمال اللي بتشحن. يعني بدل ما كنا نشحن الطن مثلا ب 30 جنيه هلا عاوزين 50 و60. ووفقا لما قاله نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين الى ان مضاعفه توريد طن قصب السكر اصبح ضروره ليصل الى 800 جنيه، وكانت هناك مطالبات بزيادته الى 1000 في ظل زياده اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي والظروف المعيشيه، بما يزيد من الاعباء على الفلاح، مشيرا الى ارتفاع اسعار شيكاره الاسمده من 100 الى 200 جنيه نتيجه تغير سعر الدولار. المصاريف بتاعت القصب والعماله بسيطة والأسعار غالي، وثانيا النولون برضو مشكلات الجاز، قال لنا مواد المحروقات غليت النولون ارتفع. يذكر أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر خلال العام الحالي 2.2 مليون طن، بينما يبلغ إجمال الاستهلاك من السكر نحو 3.1 مليون طن سنويا، مما يعني أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها حوالي 900,000 طن من السكر يتم الاعتماد على الاستيراد لسدها. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا تابعناه دلوقتي فتح لنا باب الكلام في هذا الحوار اللي أنا نوهت عنه قبل الفاصل، بأنه موضوع الساعة مش بس عشان احنا بنتكلم عن السكر وقصب السكر والمشكلة اللي موجودة عندنا في السوق دلوقتي في إنتاج السكر وتوفره في الأسواق والمشاكل اللي بيعاني منها الفلاح كمان في توريد السكر للحكومة وللشركات المصنعة، لا احنا بنتكلم عن، أو أنا في رأيي يعني، أنه الدائرة الأوسع هي فكرة منظومة الزراعة والفلاحة في مصر اللي محتاجة إعادة نظر علشان الدولة تقول مرة واحدة كده احنا عايزين نهضة زراعية وحضارة زراعية واقتصاد زراعي ودعم الفلاح ولا لا. لو عايزين يبقى ده له أسس وخطوات وخطط وبرامج 1 2 3 4، او عايزين نمشيها بقى عشوائي كده وكل مشكلة تحصل نقعد نعمل قعدة عرب ونحلها، دي تبقى قصة تانية. بس للأسف احنا معانا دلوقتي قعدة اصدقاء، مش قعدة عرب، قعدة حبايب ومتخصصين وايديهم في النار، وهم اللي اقدر على ان هم يوصلنا حقيقه المشكله وايه هي الحلول المتاحه للمشكله الحاليه. ضيوف اللي مشرفين الاستاذ رأفت رزيقه عضو شعبه السكر والحلوى باتحاد الصناعات. اهلا بك يا رأفت، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حاج علي برجيله احد اهم مزارعي قصب السكر، اهلا بيك يا حاج علي، ازي حضرتك؟ نورنا. نورك يا باشا. وعمدتنا العمده صبري يوسف سياده النائب وعضو لجنه الزراعه بمجلس النواب، اهلا بيك. أهلا، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله، ويا رب المشكله دي ما تاثرش يعني على السنه الجديده وتبقى فتحت خير يا رب السنه الجايه، نتمنى ذلك ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خلينا نبدا معاك سياده النائب، تقول لنا بالراحه كده هي المشكله فين، نوصل لبعض المشاهدين اللي مش متابعين القصه ويقول لك هم الفلاحين عاملين ازمه ليه وبتوع القصب عاملين دوشه ليه. احنا صناعة السكر من الصناعات او محصول القصب من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، غير كده احنا بننتج 43% من سكر القصب. هنا طبعا مستلزمات الانتاج بالنسبة للفلاح زادت من سولر، زيت، قطع غيار، معدات، كاوتش، حاجات زي كده. غير كده عندي انا برضو بياخد شوالين بوتاسيوم لازم الفدان، الشوالين دول 500 جنيه، كان زمان ب 3.5 جنيه الشوال، اللي حاليا ب 250 جنيه. اوف. نجي برضو بياخد 11 شوال سوبر فوسفات، الشوال برضو ب 65 جنيه، غير كده بياخد 13 شوال يوريا برضو في 100، ولسه طبعا ما دخلناش على الزياده اللي هي
الجديده دي اللي حتخش طبعا في شهر واحد، علما ان هم بيطمنونا بيقول لك ما فيش زيادات على سماد اليوريا. تمام. غير كده برضو احنا السلالات اللي احنا بنزرعها حاليا تعتبر من سنوات قديمه، اللي هو سن 9. سن 9 انتاجيته حاليا قلت. فالمفروض محطات البحوث. يعني ايه انتاجيته قلت؟ معلش فاهم. انتاجيه المحصول الفدان. فالفدان بيرمي اقل يعني؟ بيدي اقل في السن 9، فالمفروض يبقى فيه استنباط يعني سلالات جديده تديني انتاجيه عاليه. تمام. منها حتساعد مع الفلاح، وفي نفس الوقت برضه الانتاج يزيد حتى يساعد يقل في عمليه الاستيراد. ممتاز. من الخارج. طيب.